اهلا 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 يا امينه. ايه الشياكه دي؟ اتفضلي. متشكره يا استاذ اكمل. ما هو لازم يعني لما واحده تشتغل في اتيليه اكمل الصالحي تبقى واجهه مشرفه للمكان اللي هي شغاله فيه. على فكره يا امينه انا كل يوم اعجبي بيكي بيزيد. متشكره. قولي لي عديتي الباسبور بتاعك على العلاقات العامه عشان التاشيره؟ للاسف انا مش هقدر اسافر. ليه؟ في ايه؟ يعني ماما مش موافقه بصراحه. ماما؟ بزي ما في كده دلوقتي يا امينه. انت ليه محسساني انك لسه تلميذه في المدرسه مامتها مش موافقه تطلع الرحله مع اصحابها؟ انت زعلتي ولا ايه؟ لا ابدا خالص. طيب قولي لي يا ستي هي ليه مش موافقه؟ يعني هي وجهه نظرها ان هي ما بتحبش بنات تسافر لوحدها يعني او بتقول ان ما عندهاش بنات تسافر لوحدها. طيب ممكن انا اكلمها؟ اه طبعا يعني بس يعني في مشكله صغيره هي يعني. ايه في ايه؟ بصراحه يعني خايفه ماما تحرجك. متقلقيش يا امين انا ليا طريقتي اللي اقنعها بيها. اطلبيها لي على الموبايل. طيب براحتك. طيب. اسمك ايه يا واد؟ اسمه مفتاح يا ست الكل. عشت الاسامي يا سي مفتاح. انا بصراحه مش عارف اقول لك ايه يا ست حلاوتهم، انا اول مره حد يعطف عليا في الدنيا كده. يا واد بطل الافلام دي وركز معايا في اللي هقوله لك كويس. انا تحت امرك يا ست الكل. انت بقى باين عليك دماغك حلوه، بس ما انتش عارف تستخدمها، بتستخدمها غلط. عندك حق يا معلم. انا بقى محتاجه واحد زيك، عشان انا في ناس كتير ظلموني وكلوا حقي. ومحتاجة لك انت تساعدني وتقف جنبي. انا رقبتي ليك يا ست الكل. بطل اكل بقى، طرطق لي ودانك كويس واسمعني في اللي هقوله لك ده. انا بصراحه مش مصدقه يعني اقنعت ماما ازاي، مبهوره. انا مش قلت لك يا مينا ان ليها طريقتي في اقناع البشر؟ اه يعني اكيد، بس يعني حضرتك بتبهرني في كل حاجه بتعملها. يا مينا مش للدرجه دي، الحكايه كلها ازاي تعرفي تتكلمي وتتعاملي بمنطق سليم. اهم حاجه القدره على الاقناع. اه ما هي القدره على الاقناع دي بقى مع الناس كلها ممكن تبقى عادي كده تمشي، انما مع ماما يعني صعب جدا، دماغها انشف من الزلط نفسه. عارف الزلط؟ لا انشف من الزلط ولا حاجه. كل الحكايه ان كلامك عنها خلاني اعرف هي من انهي تركيبه من الشخصيات، عشان كده قدرت اقنعها. يلا جهزي باسبورك بقى وجهزي للسفر. احضر واجهز احضر واجهز ايه حضرتك؟ انا يعني بعد الايام اصلا عشان هسافر امتى. بص اعتبرني في الطيارة. موضوعك ده سهل جدا. أنا كسبت قضايا كتير زيك. أنا عايزك تطمني خالص. تعتبري إن قضيتك منتهية من قبل ما تبدأ. وإن شاء الله القضاء هيحكم من أول جلسة. أنا معتمد على ربنا وعليك يا أستاذ. قولي يا رب، إن شاء الله هتكسب القضية ونبارك لك. يا رب يا رب. اتفضل على الجلسة. نرجع للقضية الأولى. حلاوته من ساجة بالله. عرف عبد الشافي المحامي حاضر عن المدعية السيدة حلاوتهم السيد جاب الله بتوكيل 212 الجيزة النموذجي. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي الرئيس، حضرات المستشارين، إن المدعين ورثة حنفي البرنس السيدة كيداهم عبد القوي وآخرين أقاموا دعوى إعلام الوراثة مطالبين بحقهم الشرعي في تركة مورثهم المرحوم حنفي البرنس، وما ذكروش وما حطوش اسم موكلتي السيدة حلاوتهم السيد جاب الله في إعلام الوراثة ضمن الورثة الشرعيين، على الرغم من إن موكلتي هي الزوجة الأولى للمرحوم. ولكن بصراحة يا سيادة الرئيس هما ما كانش عندهم أي علم بالجوازة دي من أساسها، يعني بيفترض فيهم حسن النية. وبناء عليه تم استخراج إعلام الوراثة بدون ذكر اسم موكلتي فيه. وبظهور موكلتي سيد الرئيس حضرات المستشارين التمس تصحيح إعلام الوراثة، وذلك لظهور وريث جديد
وحتى يأخذ كل ذي حق حقه طبقا للفريضة الشرعية وحسب نصوص القانون. وشكرا سيد الرئيس. فين المسندات اللي تثبت صحة كلامك؟ موجودة سيد الرئيس. تفضل. لحظة واحدة. تفضل. دي سعادتك وثيقة الزواج اللي تثبت تثبت ايه؟ ثانية واحدة سيد الرئيس. راحت فين الجسيمة دي؟ أنا كنت حاططها هنا. بعدين في الإحرام كده. قول للمحكمة إيه دلوقتي؟ إيه يا أستاذ؟ فين المسندات؟ ولا جاي تهزر ولا إيه الحكاية؟ العفو يا سيادة الرئيس، المسندات كانت موجودة في الشنطة بس معرفش راحت فين. عموماً أنا بلتمس التأجيل لحين استيفاء المسندات المطلوب. ونأجل ليه؟ ما هي معاك المسندات يا ما معاكش. حكمة المحكمة حضورياً برفض الدعوة المقدمة من السيدة حلاوتهم السيد جبل. رفعت الجلسة. دفعونا القامة يا سفتوة عشان تدخلني بعد العشرة الطويلة دي. يا أستاذ عرفة أنا أخونك، ده أنا لحم كتافي من خيرك. يا سلام، أمال مين اللي سرق المستندات؟ تكونش أم هي اللي جات من الصعيد وسرقتهم؟ يا أستاذ عرفة أنا بقالي معاك سنين في عمر حاجة نقصت. الشهادة لله، لا أنت من ساعة ما اشتغلت معاي لا حاجة راحت ولا حاجة نقصت. طب يعني بعد العمر ده كله أعمل كده تاني؟ ورحمة أمي ما حسيبك يا ضلال يا مرتشي. أنت متر أنت؟ أنت متر أنت؟ عيب عليك الكلام اللي عدولي ده يا ست حلوتهم. أنا محامي محترم، أقسم لك بالله المسندات راحت من الشنطة وما اكتشفتهاش إلا زيك. راحت من الشنطة؟ ليه؟ أنا جايبة محامي ولا كفتاجي؟ بلاش الألفاظ اللي عدوليها دي يا ست حلوتهم. أنت كده ممكن تعرضي نفسك لجرح السب والقذف. اقسم لك بالله مره تانية المستندات راحت من غير ما اعرف، واكيد المستندات راحت من غير ما احس. ورحمه امي ما انا سايباك، ده انت هتاكل مني ضرب النهارده ما كانوش حمار في مطلع. عاجبك كده؟ عاجبك يا سفتوح الفضايح دي؟ يا استاذ يا استاذ يلا بينا يلا بينا. الست دي بقت عليها شرانيه قوي. ايوه مدام كده، الف الف مبروك. تقدري تعتبري صاحبتك دلوقتي في البعد اكس. المحامي بتاعها كمان كان هياكل علقه، انما ايه، بس الحمد لله الناس حشوه. دلوقتي حضرتك تقدري تدخلي الفيلا وتحطي ايدك عليها بالقوه الجبريه بحكم المحكمه. تاني مره بقول لحضرتك الف الف مبروك. الحمد لله على السلامة يا نورعين. انت حلوة ام السيد جبل؟ اه. احنا معانا امر باخراج من الفيلا بالقوة الجبرية. هطلع اجيب هدومي من فوق. اتفضلي وانا مستنيك هنا. ما تتعبش نفسك يا روح قلبي، انا محضرة لك الشنطة من امبارح بالليل اهي. تشكر يا كيداهم. شكرا على واجبي يا حبيبتي. اشوف وشكم بخير يا بنات. مع السلامة يا ست حلاوتهم. بستين كشحه البلد اللي تودي ده، انا هجيب زير اكسره وراك عشان ما ترجعش تاني البيت. عن اذنك هتوحشوني يا بنات. مع السلامه يا ست كيداهو. صدق الست حلاوتهم صعبت عليا قوي. ما يصعبش عليكي غاليه ابتسام، ما هي امكوا دي قادره، ما حدش يقدر عليها ابدا. بصراحه عمته الست دي على قد ما هي كانت مخليه البيت جحيم، بس انا الصراحه هيوحشني قوي العدس والكشري اللي كانت بتعمله ده. انا ما دقتش زيهم ولا هدوق زيهم. انت ايه يا بنت، كل همك على بطنك؟ حلاوتهم مش هتسكت، ويكون في علمكم الوليه دي مظلومه. ايه ده، وانت عرفتي منين يا عمته انها مظلومه؟ اه مجرد يعني احساس. احساس؟ لا انت بتقولي كده بس عشان دايما انت وماما نائر ونقير وعلى طول حطاها في دماغك. اه برضو يمكن دي برضو ممكن.